انا برضو عايزه اقف عند حد يعني اعتقد ان حضرتك بتحملي له معزه كبيره جدا، وكان استاذنا في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه دكتور بطرس غالي، واشتغلتي معاه في وزاره الخارجيه. الفرق بقى بين الاستاذ وبين الرئيس. الحقيقه انا مهما اقول لك قد كده بحب الدكتور بطرس غالي، مش لانه كان استاذ بيحترم الطلبه بتوعه، ولكن لانه كان فعلا قدوه، قدوه بشكله بكلامه بمعاملته. يعني الحقيقه كان بيدرس ماده كانت تقيله جدا بالنسبه لنا، القانون الدولي، يعني ايه قانون دولي، وكانت ماده تقيله، لكن كنت استناها بفارغ الصبر عشان الدكتور بطرس غالي، الطريقه اللي هو بيقدمها لنا، وان هو ما كانش يقف يسمع كده واحنا مستمعين، لا كان عندنا لازم نروح المكتبه ولازم نروح نعمل اوراق ونقدمها له، والامتحان كان دايما غير مباشر، الى جانب بقى كان انيق جدا. وكان راقي في كلامه، في اللفتات اللي بيعمل، فيعني انا ما زلت لحد النهارده يعني الدكتور بطرس غالي بالنسبه لي بيمثل حاجه جميله جدا جدا، ومن الناس اللي شجعني كتير. يعني انا اتذكر لما كنت احب ارفع ايدي واسال وانا ما فهمش حاجه في القانون، واسال سؤال طبعا اكيد الكلام بتاعي مش دقيق، وهو كان يسمع باهتمام شديد جداً. ويقول لزمايلي بصوا مشيره بتسال سؤال مهم، وطبعا يرتب بقى السؤال اللي انا قلته بطريقه منكوشه يعني، ويقوله بطريقه تضفي عليه اهميه، وكان ده بيخليكي تحبي تروحي صحيح. المحاضره صحيح. تحبي تقري في الموضوع. استاذ حقيقي للعلوم السياسيه، استاذ حقيقي طبعاً. وقدوه. وبعد انا ما اتخرجت الحقيقه فضلت على صله بيه، والحمد لله ان عملي الدبلوماسي خلاني قابلته في مناسبات كتيره، وفضلت قريبه قوي قوي منه، وكنت بسعد حقيقة. هو كان كمان عنده سنس اوف هيومر يعني يحب عالي. طبعا انا شفت الفرق لاني كنت بشتغل في مكتب الوزير، وكان الوزير دبلوماسي هو وزير الدوله للشؤون الخارجيه مرحوم محمد رياض، ولما استقال فوجئت بالدكتور بطرس غالي هو الوزير اللي حل محله. فما كنت بحضر المقابلات كنت بشوف الاختلاف في تناول القضايا والمقابلات ما بين الدبلوماسي الكارير وما بين الباحث الأستاذ العلوم السياسية. صحيح.